بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما هي الركعات الأربع التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال؟ هل هي أربع ركعات قبل الظهر أم غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواتب، رواتب الظهر. الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها. أقل راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، هذا الأقل، والأكثر أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، هذا هو الأكمل. ولا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت، دخول وقت الظهر.